مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. في الجزء الأول نواصل مواكبة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل مواجهة الإجهاد المائي. اليوم نركز على محطات تحلية المياه عندنا، فيما نخصص الجزء الثاني لمتابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ومفاوضات الدوحة. أهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء الذي نستضيف فيه الأستاذ عبد العزيز الجناتي، وهو محام ورئيس الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك أستاذ الجناتي معنا، كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ عبد الرحيم هندوف، وهو رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين والخبير في السياسات المائية. أهلا وسهلا بك الأستاذ هندوف معنا. أبدأ معكم الأستاذ جناتي، نحن نركز في مواكبتنا لهذه الحملة التحسيسية من أجل مواجهة الماء على أبرز الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل مواجهة تداعيات هذا الإجهاد المائي. نريد أن نتوقف أول ولنا عند المراكز الموجودة اليوم لتحلية المياه. نحن نتحدث عن 14 وحدة، هل هي كافية اليوم؟ ما هي القيمة التي توفرها كذلك في هذا المسعى الحثيث لمواجهة الإجهاد المائي؟ شكرا أستاذ جبارة. في الحقيقة لولا هذا الخيار ديال إخراج مجموعة من المحطات الوجود لكم اليوم أمام وضع جد خطير، ولعل الخطاب الملكي الأخير خير دليل على ذلك، بحيث أنه التوالي ديال سنوات الجفاف اللي أصبح الآن عنصر بنيوي في السياسات العمومية المغربية أدى الوضع جد خطير. مع كامل الأسف، رغم عدة دراسات وأبحاث دارت السنوات الأخيرة، لكن تباطؤ مسلسل الإنجاز اللي أشار له صاحب الجلالة في الخطاب ديالو أدى إلى أنه اليوم المغرب مطالب بالدخول في مرحلة جديدة إن صح التعبير، مرحلة أكثر تتسم أكثر بالسرعة، أكثر بالديناميكية وأكثر بالفعالية، على اعتبار أن الوضع المائي اليوم بالشكل الذي دبر به من قبل لم يعد قائما. ولعل اليوم لولا الخيارات اللي دارت في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى ديال إخراج محطات ديال التحلية اللي بجميع الحالات كتبقى غير كافية ما لم يتم إعادة النظر في طريقة تدبيرنا للماء بشكل عام، حيث أن اليوم أمام تزايد ديال الطلب كذلك مستوى ديال الضغط الناتج لا على ارتفاع النمو الديموغرافي ولا على مستوى الطلب الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياحي والزراعي. فاليوم ما بقاش السؤال ديال الماء فقط مرتبط بالموارد المائية ديال الصالحة والشرب، ولكن حتى على مستوى ديال تدبير التنمية ومتطلبات الحياة بشكل عام. لهذا نحن مطالبون كما قلت بضرورة إخراج سياسات عمومية للوجود قابلة لالتقاط التنبيهات والإشارات التي وردت في الخطاب الملكي الأخير، كذلك مختلف الإكراهات اللي أصبحت قائمة على مستوى الواقع، خاصة أنه الست سنوات الأخيرة المغرب عرف أزمة ممتدة في الجفاف اللي خلات أن الموارد ديالو تنقصت بأزيد من 70%. لهذا فمهما طيب أستاذ هندوف، في حديثنا عن المحطات 14 الموجودة اليوم في المملكة المغربية، ما هي الوضعية الحالية لها؟ بأي مساهمة كذلك اليوم تساهم في مواجهة هذا الإجهاد المائي؟ اليوم عندنا بالضبط 15 محطة. طيب. وهذا 15 محطة كتنتج 192 مليون متر مكعب في السنة. هذا الرقم يالله كيشكل 1.7% من الحاجيات نتاعنا نتاع الماء الصالح للشرب. كاين واحد 5 نتاع المحطات يعني هما في طريق الإنجاز، وغادي يرفعوا هذا يعني الإنتاج ديالنا من التحلية لواحد 300 في المجموع، واحد 320 مليون متر مكعب، إذا غتكون عندنا 10%. الحكومة علنات على مخطط كتقول بأنه من هنا 2030 خصنا نتجو من ماء التحلية 1.3 مليار متر مكعب، أي ما يناهز 50% من الحاجيات نتاع البلاد نتاعنا من الماء الصالح للشرب.
ما نتكلموش على المياه نتاع السقي. ما عرفتش انا واش يمكننا نوصلوا لهذا الهدف من 2030، لان بقات غير 6 سنين ما كنظنش. ولكن في جميع الاحوال حنا بدينا وخصنا نستمروا، ما خصناش مازال نضيعوا الوقت. والحق بغيت نشير لواحد القضيه، هو انه المعضله نتاع الماء عندنا هي مشكل ديال التخطيط والبرمجه اكثر من مشكل نتاع الجفاف ومشكل ديال التغير المناخي. علاش؟ عشان نعطيك رقم، حنا بدايه الستينات كانت عندنا 21 مليار متر مكعب يعني في السنه كحجم تاع المياه اللي نقدروا نعبوها في ظروف اقتصاديه مقبوله. كانت عندنا ذاك الساعه عدد تاع السكان حوالي 10 تاع المليار، اذا كانت عندنا الحصه تاع الفرد حوالي 2000 متر مكعب في السنه للفرد. اذا الفرد كاع ما كانش عندنا الجفاف، وبقات عندنا نفس الحصه 22 مليار. اليوم مع 40 مليون هذيك الحصه اليوم غتكون عندنا واحد 500 مليون متر، 500 عفوا 500 متر مكعب في السنه للفرد. اذا كان متوقع بانه راه غنوصل واحد الوقت اللي غنزلوا تحت العتبه نتاع الاجهاد. اليوم ماشي راه حنا العتبه نتاع الاجهاد اللي هو 1000 متر مكعب في السنه، بل راه حنا في عتبه يعني الفقر، يعني الماء اللي هي 500 متر مكعب في السنه للفرد. إذا هذا الشيء كان متوقع، والمشكل كان هو التخطيط وكان هو البرمجة. وبالتالي اليوم خصنا نستافدوا من الأخطاء نتاع الماضي، وخصنا نمشيو قدما في هذه الإجراءات، وعلى رأسها التحلية نتاع المياه نتاع البحر. لأن احنا كان يوجد في واحد المغرب، يوجد في واحد المنطقة جغرافية اللي الموارد المائية نتاعها محدودة، هي اصلا محدوده، وغادي وتزاد عليها هذا الجفاف بسبب التغير المناخي. اذا شنو دار الجفاف والتغير المناخي؟ سرع يعني بالمجيء نتاع هذه الازمه. الازمه كانت غتكون كانت قدرا محتوما. طيب سأعود إليك لنتحدث عن محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، وما الذي يعول عليه عندما ستبدأ في الاشتغال. دكتور جناتي، النقطة المهمة التي يشير لها الأستاذ الهندوف متعلقة بالحكامة، بحكامة تدبير الموارد المائية. ما هي النقاط التي يمكن أن نعيد النظر فيها اليوم في هذا التدبير؟ صحيح، اليوم احنا امام مشكل حكامة، لان المغرب على المستوى النظري لا تعزه من المقاربات والمخططات ولا حتى بعض التجارب يمكن انه يستفيد منها. فيمكن المغرب عرف واحد مجموعه ديال المؤسسات اللي هي دستوريه اللي كان مفروض انها تشتغل، انها تلتقط الاشارات اللي جات محطات سابقه. يعني على سبيل المثال الحوار الوطني حول اعداد الصرف ازيد من 25 سنه مضت، المخطط الوطني للماء، المجلس الاعلى للماء والمناخ، وعده مؤسسات، ومجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسات رسميه اصدرت تقارير كانت تشير الى الضروره ديال مراجعه خيارات استراتيجيه بالنسبه للمغرب. انه لا يعقل انه اليوم تقريبا 80% من الموارد الجوفيه تنتهك في الزراعات، واللي كتشكل في الزراعه اللي هي كتشكل في الناتج الداخلي الخام معدل جد بائس، يمكن انه ما يمكنش نحشمو حتى نقولوه. لهذا اليوم خيارات استراتيجيه يجب ان تعود الى ترسانه تشريعيه، من خلال ترسانه متكامله مندمجه تراعي مختلف الجوانب المتدخله، ماشي فقط على مستوى التدبير ولكن حتى على مستوى التخصيص. لان اليوم سؤال ديال التخصيص ديال الموارد المتاحه مرتبط كذلك بالجدوى وبالفعاليه وبالقيمه ديالها. اليوم كاين الحديث كبير على مستوى ديال التحليه ديال المياه البحر، لكن يجب ان نقف عند التكلفه. اليوم على سبيل المثال القيمه ديال التكلفه ديال انتاج متر مكعب من المياه التقليديه كتبلغ ما بين 4 ما بين 2 و4 ديال الدرهم، بينما التكلفه ديال التحليه ديال المياه ديال البحر كتبلغ ما بين 10 حتى 16 درهم تقريبا. معنى ان هذا الكول اللي غادي يكون غالي، تالي الكلفه بالنسبه للاستهلاك ديالو غتكون
اكبر. اضف الى ذلك انه السؤال المرتبط بالتحليه ديال المياه ديال البحر مرتبط كذلك بالتقنيات والتكنولوجيات المستعمله. اليوم في اطار الضمان ديال الاستدامه لا يمكن فقط الحديث عن تحليه مياه البحر دون الاخذ بعين الاعتبار الاعتماد على الطاقات المتجدده. لهذا السؤال ديال الحكمه مرتبط بسؤال ديال النقاش اللي هو واضح وصريح، مرتبط بتفعيل خيارات استراتيجيه تراعي مبدا ديال الاستدامه، مبدا اعمال وتفعيل واحد مجموعه من الحقوق المنصوص عليها لا في المواثيق الدوليه ولا على مستوى ديال الالتزامات ديال المغرب لا فيما يخص الاجنده ديال 2030 او على مستوى العهود والمواثيق الدوليه المرتبطه بحقوق الانسان او على مستوى ديال المؤسسات ديال التدبير. لان اليوم من الاشكالات الكبرى في تدبير قطاع الماء في المغرب هو تعدد ديال الفاعلين، هناك تعدد ديال الفاعلين تعدد متدخلين يؤدي الى تشتيت القرار العمومي، بينما في القطاعات الاستراتيجية مثل الماء يجب أن يكون القرار موحد وأن تكون هناك التقائية كبرى لدى مختلف المتدخلين حتى يكون القرار العمومي في نهاية المطاف قرار يتسم بالجدة وبالاستدامة وبالمتطلبات التدبير الحديث. محطة تحلية المياه للدار البيضاء هي من الجيل الجديد أستاذ هندوف. الأستاذ الجناتي أشار إلى التكلفة لديك، تشرح لنا كيف ستكون تكلفة تحلية المياه البحر وكيف ستكون هذه المحطة من الجيل الجديد، ماذا تعني في الحسابات الاقتصادية خاصة؟ والتكلفة نتاع تحلية مياه البحر لحسن الحظ غدا وكانت منخفضة مع تطور تاع التكنولوجيا. ما ننساوش جينا ب 50 درهم للمتر مكعب في السبعينات في الصحراء، وانتقلنا الى 10 تاع الدرهم في مشروع تاع الشتوكا اي تبع فقادير. على حسب التصريح نتاع الحكومه المحطه نتاع الدار البيضاء غادي التكلفه نتاع التحليه نتاع المتر مكعب غادي تتراوح ما بين 4 و 4.5 درهم المتر المكعب. وكان هناك مشروع آخر يعني في الداخلة التكلفة غتكون 2 دراهم. شكون اللي خلى هاد التكلفة تنخفض؟ والتطور نتاع التكنولوجيا المستعملة، وثانيا بالخصوص استعمال الطاقات المتجددة، لأن كنعرفوا العملية نتاع التحلية هي كتستهلك بزاف نتاع الطاقة الكهربائية، وبالتالي اللجوء إلى الطاقات المتجددة من شأنه أنه غادي يخفض هذا الكلفة. لهذا يعني في الحقيقة في المستقبل ما يمكنناش نهضروا على الماء بدون ما نهضروا على الطاقات المتجددة، لأن هناك واحد الارتباط وطيد بيناتهم. حتى الطاقات المتجددة لأن عندها واحد الإشكال ما يمكنناش نخزنوها في النهار ملي كتكون الشمس ولا الريح خصنا نستهلكوها. أحد الوسائل اللي كيستعملها اليوم المغرب لتخزين ديك الطاقات مثلا الزائدة في النهار باش نستهلكوها بالليل وهو يعني مضخات أو استعمالها اللي ضخ المياه من السافلة ديال السدود. عندنا مثلا واحد 3 تاع المحطات عندنا في أفورار، وعندنا بالخصوص كاينه وحده في عبد المؤمن سد عبد المؤمن يعني في طريق الإنجاز. قلنا في النهار كنستعملوا ذاك الفائض نتاع الطاقة باش ندخلوا المياه نرجعوها للسد، وفي الليل نعاودوا نستعملوا هذيك المياه اللي رجعناها للسد باش نعاودو نتجو منها نولدو منها الكهرباء. دونك المسألة نتاع الماء والمسألة نتاع الطاقة يعني هما مترابطين. وفي المسألة نتاع التحلية يعني قداش ما طورنا الطاقات المتجددة وقداش ما أننا غادي نخفضوا التكلفة نتاع ديال التحلية. اليوم كل المؤشرات تدل بأننا في المستقبل هاد الكلفة غادي كتنخفض، ولكن يخصنا بالفعل تكون عندنا واحد السياسة نتاع السيادة الصناعية والسيادة الطاقية. يخصنا تكون عندنا بالفعل صناعة وطنية، تكنولوجيا وطنية يعني في هذا المجال نتاع التحلية نتاع المياه نتاع البحر، وكذلك في الإنتاج نتاع الكهرباء من مصادر يعني متجددة نتاع الطاقة. طيب.
طيب الأستاذ جناتي، يشير الأستاذ هندوف إلى نقطة مهمة تتعلق بالبحث العلمي وضرورة أن تكون هناك سيادة طاقية وسيادة في أكثر من قطاع من أجل أن نتوصل إلى تحقيق الأهداف المرجاة من هذه المراكز، خاصة وأننا كنا نتحدث عن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء. كيف يمكن أن نصل كذلك إلى التوفيق بين كل هذه القطاعات في أفق الوصول إلى مآربنا؟ صحيح، أنا متفق مع الأستاذ. اليوم من المداخل الرئيسية هي تشجيع ديال البحث العلمي وضرورة ديال انفتاح الجامعة على المحيط ديالنا. اليوم نحن بحاجة إلى تجربة مغربية يمكن أن تساعدنا على تجاوز واحد مجموعة من الأعطاف في التدبير العمومي ديالنا. عدم ربط الجامعة بالمحيط ديالها من الإشكالات الكبرى التي أدت إلى أن السياسات العمومية في المغرب غير منتجة أو غير ذات مردودية. سؤال ديال الانفتاح على مختلف الفاعلين سواء الرسميين أو المجتمع المدني أو الجامعة هو سؤال جوهري في العملية، بحيث أن اليوم يجب أن ننتقل في التعاطي مع الماء من مجرد إشكالية أو خطر دائم إلى مسألة وطنية عندها قيمتها وهاجس يومي لمختلف مواطنات ومواطنين المغرب والزائرين ديالو. لهذا القضية اليوم أو المدخل الرئيسي هو أن نعتبر الماء قضية وطنية، شأنها كشأن القضايا الكبرى للمغرب والقضايا الاستراتيجية اللي مفروض أن مختلف الفاعلين ومختلف الجهات هي معنية به، ماشي فقط الجهات الرسمية، لأن أحد أعطاب التدبير العمومي في المغرب هو انفراد الجهات الرسمية لسنوات طويلة في تدبير مختلف الملفات. اليوم الانفتاح للجامعة، انفتاح للمجتمع المدني، انفتاح للقطاع الخاص، انفتاح للتجارب الرائدة وكذلك التجارب اللي ممكن أنه تكون رغم البساطة ديالها محلية على المستوى المحلي، ممكن أن تعطينا المداخل لنموذج مغربي قابل للإنجاز وقابل للتحقيق، لأن الإكراه هو إكراه كبير من خيرات ديال مختلف الفاعلين بوعي بمسؤولية، مدخل حاسم لإنجاح الرهانات اللي هي مطروحة، لأن المغرب اليوم مطروح عليه رهانات أكبر ماشي فقط على المستوى الوطني ولكن حتى على المستوى الدولي. بالنظر للأجندة المغربية في السنوات القادمة يجب أن يكون المغرب نموذجا يعتدى وله من الإمكانيات ومن الكفاءات ما يؤهله أن يكون كذلك، لأن التجربة ديال الأطر المغربية والكفاءات المغربية أثبتت في غير مرة وفي مجالات مختلفة أن لا يعوزنا الكفاءات ولا المقدرة على التفكير والإبداع بقدر ما أنه كاين إشكال في الحكمة، في إشكال في تسخير الطاقات وتعبئتها بأنها تنخرط في مشروع متكامل. طيب، هل هناك الأستاذ هندوف تحديات مرتبطة بهذه المحطات بتحلية المياه؟ هل هناك كذلك عندها أثار سلبية؟ هل هناك خطر على التوازن البيئي أم لا؟ صحيح، هناك آثار سلبية عند التحلية، حيث أولا أن ما ننسوش بأنه الأملاح اللي كان حيدوها من هذاك المياه كان عاودوا نرجعوها للسواحل، وبالتالي كاين هناك يعني ارتفاع الملوحة في هذه السواحل، وهذا الشيء غادي يأثر على التنوع البيئي إلى آخره. كذلك مسألة أخرى أننا كنستعملوا واحد العديد نتاع المواد يعني الكيماوية في العملية نتاع التحلية، هنا كنصفوا الماء ولكن كنزيدوا واحد العدد نتاع المواد باش يمكن يكون هناك توازن يعني كيميائي وفيزيائي نتاع الماء، لأن الماء ما خصوش يكون صافي 100% من جميع يعني الأملاح المعدنية، ولكن كاين كنضيفوا بعض الأشياء. كذلك الغسيل ديال هذوك لي مومبران اللي كنستعملوهم، لأن في المغرب كنستعملوا التكنولوجيا نتاع الأوسموز يعني انفيرس، كاين واحد لي مومبران وخصهم يتغسلوا إلى آخره، وهذا عملية الغسيل نتاعها كنستعملوا لك مواد يعني كيماوية كثيرة لا يستهان بها، وبالتالي هذه غتكون عندها آثار سلبية، ولكن ما عندناش خيار واحد آخر. بون، مع تطوير البحث وإرساء واحد الهندسة وطنية متطورة والنهوض بالأوضاع نتاع المهندسين، للأسف اليوم هذا مشكل كنشوفوا هجرة نتاع المهندسين، وحنا البلاد نتاعنا محتاجاهم.
اللي فرض تحت اللي رفع التحديات اللي كتواجه البلاد نتاعنا، يعني ماشي في المجال نتاع التحليه ولكن في المجال ديال الطاقات المتجدده، في المجال نتاع التصنيف، في عدد تاع المجالات. وبالتالي النهوض بالهندسه الوطنيه وارساء هندسه وطنيه والنهوض بالاوضاع نتاع المهندسين وكذلك اعاده النظر في التكوين الهندسي ونتاع المهندسين والتقنيين الى اخره، هذا الشيء كله تحديات امام البلاد تاعنا خصها تهتم بها. لان المساله نتاع الماء والتحليه نتاع الماء خص واحد استراتيجيه يعني شامله، يعني فيها البحث، فيها التكوين، فيها الاستثمار، فيها يعني العديد يعني من المداخل العديد. ربما المحير كذلك أستاذ الهندوف، هذا المياه المعالجة التي ستستخدم في السقي، هل يقتضي الأمر القيام باختيارات فلاحية بالمنتوجات الفلاحية التي تستجيب أكثر لهذه النوعية من المياه، أم هي مياه عادية كالمياه الباقية التي تستخدم في الري والسقي؟ لا، يمكننا استخدمها في الري بدون مشكل. دليل على هذا هو أنه المحطة نتاع أكادير كنسقوا بها 15 ألف هكتار في المنطقة نتاع شتوكا إتباع. ولكن إذا بغينا، لأن المشكل اللي عندنا هو الفلاحة كتستهلك كثير، نعطيك على سبيل المثال الحاجيات نتاع مليون نتاع السكان من الماء الصالح للشرب تساوي المياه حجم نتاع المياه باش يسقوا يلاه 5000 يعني هكتار. يعني المجموع نتاع الحاجيات نتاع المغاربة كاملين في الماء الصالح للشرب اليوم يعني تساوي سقي 200 ألف هكتار فقط، وحنا راه عندنا مليون ونص هكتار اللي خصها تسقى، وخصنا نسقاو أكثر في المستقبل إذا بغينا، لأن ما عندناش مشكل نتاع الماء الصالح للشرب، كذلك عندنا مشكل نتاع السيادة الغذائية، الإنسان محتاج للماء والغداء، إذا كنا غنستوردوا كل شيء من الخارج كاين ارتفاع نتاع الأثمنة وكاين السيادة الغذائية إلى آخره. دوك المشكل نتاع الماء في القطاع الفلاحي هو أعوص بكثير من المشكل نتاع الماء للصالح للشرب، لأن ربما يقتضي الأمر دكتور هندوف أساليب جديدة في السقي والري تكون اقتصادية أكثر. طبيعة الحال هناك مجهودات جبارة يجب إعادة النظر في الحق في المنظومة الزراعية يعني بشكل جذري، سواء اختيار الزراعات، سواء اختيار الأصناف، سواء يعني اختيار حتى الدورات الزراعية. مثلا واحد النبات نحكي على سبيل المثال، مثلا الذرة إذا زرعناها مثلا في مارس على سبيل المثال يمكن الحاجيات نتاعها ما تعداش مثلا 4000 متر مكعب في الهكتار، إذا زرعناها مثلا في جوان الضعف نضعفه. وبالتالي كذلك هناك أنواع نتاع الشجر بحال مثلا النخيل، النخيل أكبر مستهلك نتاع الماء هو شجرة النخيل، 15000 متر مكعب يعني في الهكتار في السنة. وحنا اليوم دايرين واحد المشروع أننا غادي نزرعوا مازال 50000 المشروع نتاع يعني ماشي المخطط الأخضر يعني الجيل الأخضر. وبالتالي بحال هذه الخيارات يجب إعادة النظر فيها، يجب التراجع عليها. شكرا جزيلا. لأنه كاين هناك زراعات أخرى أقل استهلاكا ويمكننا تضمن يعني إذا بغينا نقولوا الأمن الغذائي نتاعنا والسيادة الغذائية نتاعنا. دونك يجب إعادة، لأن المشكل نتاع الماء في الحقيقة هو مشكل متشعب وخص واحد المقاربة شمولية، ويجب إعادة النظر في السياسات المتبعة في هذا المجال. وشكرا. شكرا جزيلا لك الأستاذ هندوف على كل ما تفضلت به، شكر موصول كذلك للأستاذ عبد العزيز جناتي على كل الإضاءات التي تفضل بها. بعد قليل نلقاكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج، نرجو أن تبقوا معنا.